تبين لهم انه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. أتابع معكم احبتي في الله سلسلة الرقم سبعة والمنظومة السباعية في القرآن العظيم التي تشهد بأن هذا القرآن هو كلام الله الحق تبارك وتعالى. سألخص لكم يعني مجمل اللقاءات السابقه في يعني دقيقه فقط قلنا ان الله تبارك وتعالى بدا القران بسوره سماها السبع المثاني وهي سوره الفاتحه وجاء عدد الايات مساويا للرقم سبعه سبع ايات وعدد الحروف الهجائيه في سوره الفاتحه اي التي استخدمها الله لبناء سوره الفاتحه هي سبعه في ثلاثه واحد وعشرين حرفا وهناك سبعه احرف من حروف اللغه لم تذكر قلنا ان عدد حروف اللغه العربيه ثمانيه وعشرين حرفا استخدم الله في بناء هذه السوره واحد وعشرين حرفا كما نرى امامنا هنا اي سبعه في ثلاثه الحقيقه الثانيه ايها الاحبه دققوا معي هنا الله عز وجل جعل حروف اسمه العظيم يتكرر سبعة في سبعة وقلنا إن حرف الألف تكرر 22 مرة هنا حرف اللام تكرر 22 مرة أيضا وحرف الهاء تكرر كم؟ خمس مرات مجموع هذه الأعداد 49 حرفا والعدد 49 يساوي سبعة في سبعة كأن الله تبارك وتعالى يعطيك إشارة لأهمية هذا الرقم الحقيقة الثالثة هنا أيها الأحبة قلنا هناك آية تتحدث عن سورة السبع المثاني قال تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لو أخذنا عدد كلمات هذه الآية نجد تسع كلمات وعدد كلمات سورة الفاتحة واحد وثلاثين كلمة وقمنا بصف الرقمين طريقه صف الارقام هي طريقه يتميز بها القران طريقه معقده جدا ايها الاحبه طريقه السلاسل العشريه لم تكن موجوده زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن احد يعلمها او يعرف عنها شيئا هذه السلاسل هي امر حديث في علم الارقام فوجود نظام رقمي يقوم على طريقه صف الارقام في القران العظيم يشهد بأن القرآن هو كلام الله فعندما نصف هذين العددين يعني أي العدد واحد وثلاثين والعدد تسعة ينتج لدينا العدد تسعمائة وواحد وثلاثين هذا العدد انظروا معي أيها الأحبة يساوي سبعة في سبعة في تسعة عشر والرقم 19 رقم قراني مهم ايضا، هو اول رقم صحيح نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في سوره المدثر عليها عشر العجيب ايها الاحبه ايضا ان الايه التي وضعها الله في سوره الحجر، ايه السبع المثاني، هذه السوره تبدا بألف لام فلو أخذنا عدد حروف ألف لام راء في, في آية السبع المثاني قلنا لدينا سورة اسمها السبع المثاني هي الفاتحة وآية هي آية السبع المثاني التي تتحدث عن سورة الفاتحة ولقد أتيناك سبع من المثاني والقرآن العظيم هذه الآية موجودة في سورة اسمها سورة الحجر تبدأ بألف لام راء تبدأ بألف لام راء حرف الالف ايها الاحبه في هذه الايه، الايه طبعا هذه هي، هذه الايه ايها الاحبه هنا دققوا معي، ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم. عدد حروف الالف نجده سبع مرات، اذا حرف الالف يتكرر في الايه سبع مرات، حرف اللام يتكرر في الايه اربع مرات، وحرف الراء يرد مره واحده فقط. لو استخدمنا نفس الطريقة صف الأرقام وكتبنا بدلا من ألف لام راء سبعة أربعة واحد يعني بدل ألف سبعة بدل لام أربعة بدل أل... الراء واحد يصبح العدد مئة وسبعة وأربعين هذا العدد يساوي سبعة في سبعة في ثلاثة نفس المعادلة تتكرر سبحان الله سبعة في سبعة يعني سبعة في سبعة يعني تسعة وأربعين يعني هي حروف اسم الله الف لام هاء في سوره الفاتحه النظام ذاته يتكرر ليشهد على ان المنزل واحد وان النبي صلى الله عليه وسلم وكل البشر ليس لهم علاقه بهذا النظام هذا نظام رقمي نكتشفه اليوم لم يكن معلوما زمن النبي ولا بعده ب 1400 سنه فقط في القرن الحادي والعشرين عصر التكنولوجيا الرقميه، نحن نكتشف هذا النظام، لماذا؟ ليقول لك الله هذا دليل وهذه يعني ولله المثل الاعلى بصمه الهيه توقيع الهي ان هذا القران حفظ بامر الله وهذه الارقام هي دليل الحفظ. طيب الان ايها الاحبه يعني لو أخذنا نفس القانون هذا وطبقناه على سورة الفاتحة نجد أن حرف الألف تكرر 22 مرة في سورة الفاتحة حرف اللام يتكرر 22 مرة وحرف الراء يتكرر من مرات وشكلنا عددا من هذه الأرقام يعني بدلا من ألف ألف لام راء نضع 22 22 ثمانية الالف 22 مره اللام 22 الراء 8 اصبح لدينا العدد 82000 و 222 هذا العدد يحقق نفس المعادله الرقميه سبحان الله 7 في 7 في 1678 يعني هو من مضاعفات العدد 7 مرتين ايضا او من مضاعفات العدد 49 هو عدد حروف اسم الله في الفاتحه فاذا ايها الاحبه يعني هذا النظام يتكرر وبشكل كبير جدا، دعوني انتقل معكم للحقيقه الرابعه. نحن نعلم من خلال علم او علوم القران علم فواصل الايات، يعني الايه بماذا تنتهي؟ هذه قضيه مهمه درسها العلماء ولكن تبين ان في الفاتحه نظاما مذهلا. كل ايه من سوره الفاتحه ختمت بكلمه محدده. بسم الله الرحمن الرحيم هذه الايه الاولى. الحمد لله رب العالمين الايه الثانيه. الرحمن الرحيم الايه الثالثه. مالك يوم الدين الايه الرابعه. اياك نعبد واياك نستعين. اذا نهايه الايه الخامسه نستعين. الايه السادسه انتهت بماذا؟ بالمستقيم اهدنا الصراط المستقيم. واخيرا صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ختمت بالضالين اذا اصبح لدينا هنا ايها الاحبه كما نرى امامنا سبع كلمات الرحيم العالمين الرحيم الدين نستعين المستقيم الضالين لو قمنا باستخدام نفس الطريقه نفس نحن نسير على المنهج واحد على فكره ايها الاحبه لا لا, لا نغيره ناخذ عدد هذه الحروف كلمه كلمه يعني الرحيم سته احرف كما رسمت العالمين، لاحظوا العالمين سبعة احرف، كتبنا الرقم سبعة هنا. الرحيم ستة احرف. الدين خمسة احرف. نستعين ستة، المستقيم هنا ثمانية، واخيرا الضالين سبعة. لاحظوا كلمة الضالين كتبت بالالف. بينما كلمة العالمين كتبت من دون ألف لذلك جاء عدد حروفها السبعة هذا العدد هذا العدد أيها الأحبة هنا ماذا يساوي يعني عدد حروف فواصل سورة الفاتحة أو نهايات سورة الفاتحة يساوي أيها الأحبة سبعة مليون وثمانمية وخمسة وستين ألف وستمية وستة وسبعين هذا العدد من مضاعفات العدد سبعة خمس مرات متتالية بعدد الصلوات الخمس فالعدد السبعة مليون وخمسة وستة يساوي سبعة هنا أيها الأحبة مضروبا في سبعة مضروبا في سبعة مضروبا في سبعة مضروبا في سبعة مضروبا في عدد صحيح هو 468 سبحان الله يعني طب كيف جاءت هذه المعادلة هذه من أغرب المعادلات الرقمية في القرآن أنك تجد أن الله اختار لنهايات آيات سورة الفاتحة عددا محددا لحروف كل كلمة هذا العدد لو قمنا بصفه حسب ترتيب آيات الفاتحة نجد أنه يحقق القابلية القسمة على سبعة خمس مرات متتالية خمس مرات متتالية والله أيها الأحبة أنا لا أجد إلا أن أشهد أنه لا إله إلا الله تصوروا كلمة العالمين العالمين كتبت في الرسم العثماني من دون ألف والنبي أقرها كذلك تصوروا خلال 1400 سنة لو أن أحدا فكر أن يضيف حرف الألف لن يختل شيء المعنى ذاته، فقط أن يغير طريقة رسم الكلمات. لذلك نحن نقول لا يجوز تغيير رسم المصحف أو كتابته إلا بالطريقة التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. تصوروا لو أن أحدا أضاف حرف ألف لكلمة العالمين، كتبها بالألف، لن يتغير شيء، ولن يلحظ أحد هذا التحريف، ولن يغير شيئا في المعنى، على الرغم من ذلك سيختل هذا النظام ستختفي الكثير من المعادلات الرقميه القائمه على الرقم سبعه وبالتالي ايها الاحبه انا اعتبر ان الله قد حفظ كلامه من التحريف وقال انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ووضع لنا هذه المعادلات الرقميه لتدلني انا وانت اولا كمؤمنين ان هذا القران محفوظ فيطمئن قلبي انا ابحث عن اطمئنان القلب وهذا النظام سيكون حجه على كل ملحد ينكر القران ليشهد عليه يوم القيامه ان ان هذا القران هو كلام الله الحق وان كل من يشكك ويكذب بهذا القران انما هو معاند مكابر يجحد الحقائق الرقميه وبالتالي احبتي في الله هذا النظام هو اثبات على صدق كلام الله عز وجل عندما قال: انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، ان شاء الله في اللقاء القادم نتابع هذه السلسله من يعني المعادلات الرقميه السباعيه لنكتشف حقائق جديده ايضا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.